عندما وصلت إلى إسبانيا اعتقدت أنني سأعيش حياة أكثر هدوءاً بداخلي. أردت أن أرتاح من ذكريات كثيرة، لكن عندما وصلت عادت إلى ذهني كل الذكريات السيئة. كل ما حدث لي بدأت أفكر في الأمر طوال الوقت. مرت 10 سنوات منذ أن انتفض السوريون في احتجاج سلمي ضد بشار الأسد. في ذلك الوقت غرقت البلاد في حرب أهلية حصدت أرواح 500,000 شخص وشردت نصف السكان. محمد كان من بين هؤلاء. أنا في إسبانيا بسبب الحرب، كنت أرغب في القدوم إلى هنا كطالب والسفر ومشاهدة كرة القدم. لم أرغب في القدوم كلاجئ، ولكن هذه هي الحياة. هذا ما جمع الملايين من السوريين ذات يوم، ومن بينهم محمد، عندما تجرأوا وحلموا بالتغيير. في هذه المنطقة أين بدأ كل شيء؟ عندما شاهدنا أشخاصاً يزيلون صوراً ولافتات لبشار الأسد من الشوارع، شعرنا بالشجاعة والقوة للتحدث. ثار السوريون ضد الفساد الحكومي والاستبداد، واستلهموا من الثورات العربية كتونس ومصر التي نجحت في إزاحة رؤساء حكموا لعقود. هذه الصور تظهر أجمل لحظات الثورة السورية. ليس هنالك خوف، لم يكن هنالك خوف في البداية، لكن الخوف كان قادماً. كان رد فعل النظام السوري مؤشراً على استعداده للبقاء في السلطة. نشر أكثر من 6,000 جندي في درعا، ودخلت المدينة في حصار دام 10 أيام. قتل العشرات واعتقل 1,000 شخص. انتهى المطاف بمحمد في سجون الأسد لمرتين. كان هنالك أكثر من 100 شخص معتقل في مساحة صغيرة. صدمات كهربائية وشتائم. هنالك شيء يعلقونك فيه رأساً على عقب من السقف لمدة 9 إلى 10 ساعات ويضربونك. جريمتنا الوحيدة كانت المشاركة في الاحتجاجات والمطالبة بالحرية. كانت تلك هي جريمتنا. مع تصاعد وتيرة الحرب نجا محمد من القصف والتفجيرات لقرابة 8 سنوات، وهي الفترة التي أمضاها في توثيق الصراع، إلى أن أجبر ذات يوم على الفرار. لقد مر وقت طويل منذ آخر مرة رأيت فيها هذه الصور. هذا صعب، تجعلني الصور أتذكر أشياء كثيرة. هذا بلدي وعائلتي وأصدقائي، كل شيء هناك. هذه هي قضيتنا.